السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا متتبعينا الكرام على قناتكم أليسامبل كندا تي في. الفيديو ديالنا اليوم غادي نخصوه لقرار تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة المغربية اللي عنات عليه اللجنة الوزارية لتتبع الجائحة في إطار الجهود اللي كيبذلها المغرب في محاربة المتحور الجديد اللي كيتنقل بواحد السرعة كبيرة وخطيرة. وهذا الإجراء المفاجئ واخا كنا كننتظروه، ولكن ماشي بهذه السرعة هذه. فغادي يبدأ انطلاقا من يوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 على الساعة 11 ليلا و59 دقيقة، وغادي يستمر أسبوعين إلى غاية يوم 13 دجنبر 2021 على الساعة 11 ليلا و59 دقيقة. والحد ساعة تسجيل هذا الفيديو فما كاينش شي توضيح اخر، ولا كان شي تعديل غادي نوفيكم به يا اما على شكل فيديو قصير او غادي تلقاوه في المنتدى ديال القناه، لان هذا الاجراء اللي نزل بسرعه صدم العديد من الناس اللي مده هذه وهما كيتسناو انهم يسافروا لعند العائلات ديالهم. كيف ما كاينين ناس كثار كيتواجدوا الان في المغرب وعندهم التزامات خايفين انهم يوقعوا في المشكل اللي كانوا وقعوا فيه العائلات في الاغلاق ديال الحدود في الصيف الماضي، فكنتمنوا انهم تعطاهم فرصه للمغادره وتعطوا لنا كذلك معلومات اوضح على هذا القرار، لاننا الان كنتلقى واحد العدد كبير من الاسئله خاصه بهذا الموضوع على الصفحه ديالنا على الفيسبوك. وبهذا الخصوص فمن الضروري جدا انكم تتواصلوا مع شركة النقل الجوي او وكالة الاسفار اللي كتعاملوا معهم الا عندكم شي اسئلة او انكم من بين الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا. فبالنسبة لشركة النقل الجوي المغربية فهي كتعن للزبناء ديالها بتوقيف جميع الرحلات الدولية من والى المغرب، وكتوعدهم باللي بامكانهم انهم يطلبوا تغيير ديال تذاكر السفر او انهم يطلبوا تعويض التذكره على شكل ما يسمى بالنافوار، بشرط ان التذكره تكون كتهم المده ديال تعليق الرحلات الجويه. وفي انتظار اخبار جديده على هذا الموضوع كنشكركم على المتابعه وعلى التفاعل، وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد على قناتكم أليسامبل كندا تي في، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.